أسمائك. أيها المؤمنون، إذا نسي التاريخ لأسمائك أبي بكر مواقفها كلها، فإنه لن ينسى لها شدة حزمها وقوة إيمانها وهي تلقى ولدها عبد الله اللقاء الأخير. وذلك أن ابنها عبد الله بن الزبير دانت له الحجاز ومصر والعراق وخراسان وأكثر بلاد الشام في عصر بني أمية. لكن بني أمية ما لبثوا أن سيروا لحربه جيشا عرمرما بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي، فدارت بين الفريقين معارك طاحنة أظهر فيها ابن الزبير من ضروب البطولة ما يليق بفارس كبير مثله، غير أن أنصاره جعلوا ينفضون عنه شيئا فشيئا، فلجأ إلى بيت الله الحرام واحتماه ومن معه في حمى الكعبة المعظمة. وقبيل مصرعه بساعات دخل على أمه أسماء وكانت عجوزا فانية قد كف بصرها، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقالت: وعليك السلام يا عبد الله، ما الذي أقدمك في هذه الساعة والصخور التي تقذفها منجنقيات الحجاج على جنودك في الحرم تهز جور مكة هزا؟ قال: جئت لأستشيرك يا أمه. قالت: تستشيرني في ماذا؟ قال: لقد خذلني الناس وانحازوا عني رهبة من الحجاج أو رهبة بما عنده، حتى أولادي وأهلي انفضوا عني، ولم يبقى معي إلا نفر قليل من رجالي، وهم مهما عظم جددهم واشتد عزمهم فلن يصبروا إلا ساعة أو ساعتين، ورسل بني أمية يفاوضونني على أن يعطوني ما شئت من الدنيا إذا أنا ألقيت السلاح وبايعت عبد الملك بن مروان، فما ترين؟ فعلى صوتها وقالت: الشأن شأنك يا عبد الله، الشأن شأنك، فإن كنت تعتقد أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر وجالب كما صبر أصحابك الذين قتلوا تحت رايتك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت رجالك. قال: ولكني مقتول اليوم لا محالة. قالت: ذلك خير لك من أن تسلم نفسك للحجاج مختارا فيلعب برأسك غلمان بني أمية. قال: لست أخشى القتل، وإنما أخاف أن تمثلوا بي. قالت: ليس بعد القتل ما يخافه المرء، فالشاة المذبوحة لا يؤلمها السلف. فأشرقت أسائر وجهه وقال: بوركت من أم وبوركت مناقبك الجليلة، فأنا ما جئت إليك في هذه الساعة إلا لأسمع منك ما سمعت، والله يعلم أنني ما وهنت ولا ضعفت، وهو الشهيد علي أنني ما قمت بما قمت به حبا بالدنيا وزينتها، وإنما غضبا لله أن تستباح محارمه، وهذا ماض إلى ما تحبين، فإذا لقتل فلا تحزني علي وسلمي أمرك لله. قالت: إنما أحزن عليك لو قتلت في باطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المحجبين وخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يواصل ابن البار حواره الماتع مع أمه الصابرة المؤمنة المحتسبة، فيقول: كوني على ثقة يا أمه،
بأن ابنك لم يتعمد إتيان منكر قط، ولا عمل بفاحشة قط، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم، ولا معاهد، ولم يكن شيء عنده آثر من رضا الله عز وجل. لا أقول ذلك تزكية لنفسي، فالله أعلم مني به، وإنما قلته لأدخل العزاء على قلبك. فقالت: الحمد لله الذي جعلك على ما أحب وأحب، اقترب مني يا بني لأتشمم رائحتك وألمس جسدك، فقد يكون هذا آخر العهد بك. فأكب عبد الله على يديها ورجليها يملأهما تقبيلا، وأجالت هي أنفها في رأسه ووجهه وعنقه تتشممه وتقبله، وأطلقت يديها تتلمس جسده، ثم ما لفتت إلا أن صرخت وقالت: ما هذا الذي تلبسه يا عبد الله؟ قال: درعي. قالت: ما هذا يا بني؟ لباس من يريد الشهادة. قال: إنما لبستها لأطيب خاطرك وأسكن قلبك. قالت: انزعها عنك يا بني، فذلك أشد لحميتك وأقوى لوثبتك وأخف لحركتك، ولكن البس منها، ولكن البس بدلا منها سراويل مضاعفة، حتى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. نزع عبد الله بن الزبير درعه وشد عليه سراويله، ومضى إلى الحرم لمواصلة القتال وهو يقول: لا تفتري عن الدعاء لي يا أمة. فرفعت كفيها إلى السماء وهي تقول: اللهم ارحم طول قيامه وشدة نحيبه في سوال الليل والناس نيامه، اللهم ارحم جوعه وظمأه في هواجر المدينة ومكة وهو صائم، اللهم ارحم بره بأبيه وأمه، اللهم إني قد أسلمته لأمرك ورضيت بما قضيت لي، فأثبني عليه ثواب الصابرين. فلم تغرب شمس ذلك اليوم إلا كان عبد الله بن الزبير قد لحق بجوار ربه، ولم يمض على مصرعه غير 14 يوم.